اوكي موفينج اون لاخر خبر معانا، وهو برضو عن مسلسل تحت الوصايه. وناس كتير قوي حبت تمثيل منى زكي كده كده، وناس كتير حبت قوي الكاست كله والكرو، وناس كتير قوي اتكلمت على الولد والبنت اللي قايمين بدور ولاد منى زكي في المسلسل، وان قد ايه هم لذاذ تمثيلهم حلو ولطاف وكده، والبنت اصلا صغيره جدا. فبالصدفه لقينا مامه البنت منزله فيديو على تيك توك بصوره ماسكه البنتين، والبنتين توينز وشبه بعض جدا، وناس كتير بدات تكومنت انه ايه ده، هي ليها اخت توأم، طب ده كيوت قوي، شكلهم حلو وشكلهم لذيذ، اسمهم ايه؟ وطلع اسمهم فرح وفريده، وهي البنت اوريدي في المسلسل طلع اسمها فرح، اسمهم فرح وفريده. ومامتهم قالت اناونسمنت غريب جدا وجميل جدا، انه البنتين مثلوا في المسلسل مش واحده بس. واو بالظبط، ان البنتين مثلوا استدعاء بصري. بالظبط، ان البنتين مثلوا في المسلسل علشان يريحوا بعض، لانه اللي انا عارفاه وكنت عارفاه بقالي فتره في المسلسلات الاجنبيه عامه، بقانون العمل للطفل بيبقى ساعات معينه، فعلشان ما نقعدش الممثل الكرو يعني او الطاقم نفسه عشان ما يقعدش يصور على فترات اطول، دايما بيختاروا الاطفال يكون ليهم توين برادر او توين سيستر علشان يبدلوا. مثلا لاتس سي الطفل المفروض ان هو يمثل 3 ساعات في اليوم، فبدل ما يضطر نقول لاتس سي مثلا هو مشاهده 6 ساعات النهارده، فبدل ما يصور النهارده 3 ساعات بكره 3 ساعات، وبالذات بقى السات كومز والافلام والحاجات اللي بتاخد وقت طويل وفي اعدادات وفي يعني فبدل ما يقعد بقى كل ده، دايما بيميلوا ان هم يختاروا توين برادر، هيكون حد مثلا توينز والدينه بنتين ويمثلوا مع بعض بحيث ان هم يبدلوا، فبالتالي هو بيساين الاثنين، بيخلي ده يشتغل 3 ساعات ده 3 ساعات، وانت كمشاهد ولا شايف الفرق ولا انت حاسس بحاجه ولا عارف حاجه اصلا، وبالنسبه لك ايه ده، مين القمر ده، مش عارف ايه اللي بيحصل قدامك. دي احلى حاجه الصراحه، فكره يعني لطيفه، زي زكا كودي بتتعمل في مصر يعني، او ان ده حصل في مصر، هي طفل الاطفال اقل من سنتين، فهم يعني اطفال اطفال كيوت يعني. كيوت البنت كيوت قوي فعلا. يس لا لا حلوين قوي، بقولك فكروني بزاكا كودي اول ما طلعوا. اي بس هم اول ما طلعوا فعلا اول فيلم عملوه كانوا طالعين هم الاثنين برضو بيبهدلوا، كانت قصة كيوت جدا. وبعدين دلوقتي كسروا الدنيا خلاص بقى، فيري فيري بس حلو تاني فوتوغرافر. يس لوفلي. طيب دي كانت اخبارنا النهارده. اوكي خلاص كده احنا اخبارنا خلصت النهارده، انبسطنا ان انتوا كنتوا معانا، وزي كل يوم احنا بنطلع الساعه 11 لايف على كل البلاتفورمز، وتقدروا كمان تعملوا لنا فولو على يوتيوب على انستغرام على يوتيوب على تيك توك على فيسبوك على كل البلاتفورمز على السوشيال ميديا. تقدروا كمان تسمعونا بودكاست لو انتوا مش يعني مش قادرين تتفرجوا على الفيديوهات، تقدروا تسمعونا بودكاست على غيني على سبوتيفاي وعلى جوجل بودكاست. ولو حابين تعملوا شير للستوريز بتاعتكم تعملوا ايه؟ هقول حطوا هاشتاج لوفن كايرو وعملنا منشن، واحنا هنريد بوست كاستوري عندك. يس ثانك يو سو ماتش فور تونينج ان. باي باي.